قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي الناتو يينز شتولتنبرغ إن بلا علاقة طيبة مع روسيا يصب في مصلحة الحلف. وأكد شتولتنبرغ رئيس وزراء النرويج الأسبق في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن تسلم منصبه اليوم خلفا للأمين العام الدنماركي أندريس فوغ راسموسن. نحتاج إلى رؤية تغييرات واضحة في سلوك روسيا، تغييرات تظهر الامتثال للقانون الدولي، لكن في نفس الوقت وكما أكدنا في قمة ويلز فإننا نطمح إلى علاقة تعاون بناء مع روسيا كما كانت لسنين عديدة. وأضاف أمين عام الناتو الجديد إن الحلف سيظل يدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وشدد على أن وقف النار في شرق أوكرانيا يقدم فرصا لكن روسيا تعزز قدرتها في خلخلة الاستقرار في أوكرانيا.